في هذا المقام الروحي يجتمع الإسلام والمسيحية تحت قبة الصوم والامتناع. تبني الروحانية جسراً للتعايش السلمي، ترسم صورة جميلة للوحدة في التنوع. في رقصة الصومين يتلاقى الروحانيون مع تنوع الأديان بخط الاحترام، وتنسجم أوتار التسامح في لحن السلام. في أعماق الإنسانية يتلاقى الإسلام والمسيحية، وتمتد الأيادي بالخير، وتتجسد المحبة في لحن العطاء. في حدائق التضامن تزهر زهور الاحترام والمحبة، يتبادلون الخير والعون كأخوة في هذا الكون الواحد. تنبت بينهم قصة جميلة من التعاون والسعادة، عبق التسامح ينساب بين القلوب كنهر هادر. المسلمون والمسيحيون يبنون جسرا من الرحمة والتضامن. شيء مشاهد، نحن سكننا، ولكل لا أنا أتكلم عن نفسي، كان لنا جيران غير المسلمين، وكلما يأتي رمضان أليس الناس يهيئون القمح أو الشعير لما ليصنع به شوربة؟ هذا عندما يجهز حتى الجيران من النصارى يأتون يساعدون أهلنا، يساعدون المسلمين في تجهيز هذا القمح أو هذا الشعير قبل أن يدق أو يكسر، يعني في طريقة يعمل يعني عند الجيران، وهذا كان معروفا يعني. وأحيانا بعد أن يجهزوا هذا القمح أو الشعير الذي يصنع به شوربة يتركونه على الشمس يجففونه، يأتي الشمس أحيانا وقد لا يكون صاحب هذا الشعير المسلم في البيت، يأتي الجيران من النصارى يساعدونه. يعني بين السماء والأرض ينبت الخير كزهرة فاتنة، في مساعدة بعضهم لبعض يرقص الحب بين الأديان كلحن السلام. المشاركة في مثل هذا يبدأ من البيت، من الجيران، يعني قبل المؤسسات وقبل المؤسسات الدينية غير المسلمة، يعني بدءا من الجيران النصارى، وهم يشاركون. وأحيانا من أغرب مما نسمعه بعض الجيران من النصارى يقولون نحن نريد أن نصوم معكم. بعضهم يقول أنا أريد أن أصوم معكم ولا أكل في النهار حتى أفطر معكم، والبعض لو لم يقل أنا أصوم معكم لكن يقول نادوني عند الإفطار أريد أن أفطر معكم، أريد أن أكل سمبوسة أو أشرب معكم شوربة أو نحو ذلك. هذا مما يعزز يعني مشاركة غير المسلمين مع المسلمين في رمضان. فلنرفع سويا رايات التفاهم والتسامح في حياة تتناغم فيها أصوات المسلمين والمسيحيين بلحن الوئام.